انتقل اعضاء اللجنه لاخر استعدادات افتتاح النادي فقرا عزت له عمر لطفي بك العباره التي ستطبع في مقدمه البرنامج الذي سيوزع عند الافتتاح وقال علي ابو الفتوح بك انه سيتكلم مع شركه الغاز لتوريد اللمبات وتركيبها بمحل النادي وبالمناسبه الغاز اللي كان بيتنور بيه اللمبات اللي في الشوارع كان اسمه غاز الاستصباح. يمكن معظمنا كبار السن عارفينه كويس قوي. واخيرا قررت اللجنه ان يشتري السكرتير بطاقات ورق لتكون تذكره دخول شخصيه لكل عضو يقدمها للملاحظ عند الدخول من الباب العمومي للنادي. وجه يوم الجمعة 26 فبراير 1909 ميلادية الموافق 6 صفر 1327 هجرية ليتم افتتاح النادي الأهلي للرياضة البدنية بحضور مندوب عن خديوي مصر عباس حلمي التاني وحضور ناظر المعارف وعدد من النظار ووكلاء النظارات المختلفه ورؤساء المصالح الحكوميه ونظار المدارس العليا ومستشاري المحاكم والاعيان وطلبه المدارس العليا وكان مستر ميتشل انس حريصا على حضور افتتاح النادي الذي شارك في تاسيسه بعد ان دعته اللجنه العليا. كانت لفته جميله انه يجي من مقر عمله كمستشار اقتصادي للسفاره الانجليزيه في واشنطن اللي كانوا كاتبينها واشنطن وهي سعيد بالنطق الانجليزي صح المهم لفته بتعكس تقدير الرجل لقيمه النادي الاهلي وتعكس ايضا تقدير اللجنه العليا لما قدم وفي حفل الافتتاح صدحت موسيقى البوليس العسكريه وتبارى طلبه المدارس العليا ومدرسه البوليس ومدرسه الحربيه واعضاء نادي التوفيقيه في استعراض الالعاب البدنيه والرياضيه افتتاح النادي الاهلي كان يوم مشهود في تاريخ الرياضه المصريه باتت مصر في ذلك اليوم وقد شهدت ولاده نادي لم يتصور احد سواء المصريين أو الأجانب، أنه سيسحب بساط قيادة الرياضة المصرية خلال سنوات قليلة من تحت أقدام الأجانب المسيطرين عليها ويتولى المصريون زمام القيادة